عريس. الله يبارك فيك. كل عملياتنا القديمه اتلزقت في خصوصي. انا مش قلت لك هتحلوى وهنتنغنغ؟ او الشركه وصاحبه الشركه بقوا في جيبك يا عم. عايزين نتفاهم بقى على العمليات الجديده. هو لسه في عمليات جديده؟ الله، امال هو انا هسيبك؟ ده احنا بينا وبين بعض عمليات كبيره قوي. كأن الحسود في عود. ألف مبروك يا بلبل. ميرسي يا عقبالك. عن إذنكم بقى هاخد خطيبتي. من حقك يا عريس. ده أسعد يوم في حياتي. وأنا كمان. يابا يا عريس عشان تلبس عروستك الشبكة. الشبكة إيه؟ حلوة البتاعة دي. حلوة أوي يا سامي. مبروك عليا أنا. الله يبارك فيك. ايه ده فيه؟ قلنا مليح نحل بحلوها مليح كلها مليح مليح. ممكن نمرة بيقدموها؟ اللي هيتحرك هينطخ بالنار. فاهم ولا مش فاهم؟ اللي لاد الفرح ده هيتطربج على دماغ اللي فيه. هو ايه يا اختي ده؟ اسكت يا وليه يا حربايه. ليك حساب بعدين. ايه يا جدعان؟ ايه حكايتك؟ ايه في ايه؟ مين؟ عريس الهنا؟ ايوه انا عريس الهنا. انت مين؟ انا اللي هتربجها على دماغ اللي جابتك. انا الخط خلفت الخط. نعم يا اخويا. بقول لك انا الخط جبتها للجوتة اللي خلفت الخط الكبير. انا ولد عم العروسه. ابن عمي ده ايه؟ ده انت ابن عمي ولا عرفك؟ انا ولد عمك غصب عنك وعن اللي جابتك. هي راحت فين؟ ايوه عن اللي جابتك دي. انا الخط اخو المرحوم خصوصي ومعايا كمان دليل الاثبات. ايه ها؟ ايه يا جدع انت؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ اتفرج يا رجاله، انا معايا التحقيق الشخصيه، صورتي الوخصوص اخويا لما كنا ولد. بص يا دكتور، بص يا حاجه، هتقول ايه يا وليه؟ بص يا مسمسال، بص يا استاذ، بص يا سوى الاستاذ اللي يهمك. انا مش مصدقها يا مين؟ اتفرجوا يا بهايم، اتفرجوا يا جاموس، اتفرجوا. اهي اها اهو اهو ولدي عين عليها كبدي عين عليها منيح. خصوص اخوي كمان كان ضاجج على صدره نكش زي الجه. انت ما شفتهوش؟ هتشوفه ازاي يا بني ادم انت؟ اخلصي يا وليه، اخلصي لا اقطع الحيطه اتوشر من دمك. اخلصي يا لهوي ما تحوش. مش يا سامي مش معقول يا اخي. تايه انت زودتها خالص. انت عايز ايه؟ يماي خفت انا منك عاد. اللي انا عايزه منك دلوقتي تورينا عبد جفاك وتنجر من هناك. يمشي ازاي؟ ده خطيبي والنهارده يوم خطوبتنا. وكمان بتقولها بالفم المليان. لابسه الملون وملطخه وجهك وخلجتك وفرحانه وهتتجوزي وانت ولد عمك مقتول. اولا ابن عمها ما ماتش مقتول، ابن عمها موت نفسه. لا ما حصلش. لا حصل. ما كانش يقدر يموت فرخه. خصوص اخوي مات مقتول وانا اللي هاخد بتاره. تاخد بتاره من مين؟ من اللي موته. مين اللي موته؟ هعرفه، ولحد ما اعرفه ما في جوازه لا اجلبها لكم جنازه. قد الديت حنحني بحلوح النيح قلع لا النيح. انت فاكر نفسك ايه؟ وتقدر تعمل ايه؟ انا هبلغ البوليس حالا. ايه ولحد ما هيجي البوليس هكون خلصت على العريس بتاعي. لا محدش يتحرك عشان خاطري، محدش يعمل حاجه. ايه للدرجه ده هتحبه؟ ما بتحبوش يا اخويا، بتكرهه كره العمى. خلاص يا وليه انت كلمتك عشان تتكلمي؟ خلاص خالص. طيب وشوف اما اجولك، الحكومه جت الوكيت، الحكومه جت السنه الجايه هخلص على عريس قبل ما تيجي الحكومه، وهخلص عليك انتوا كمان. جت الحكومه ولا ما جاتش؟ ولا مالي ذنب. ايه يا اخويا انا؟ مزاجي كده حد شريكي قد حنين حنحني بحلوح النيح قلاع منيح. ودلوقتي اقولها للخلف ضر. يعني ايه للخلف ضر؟ عشان خاطري يا سامي للخلف ضر. حاضر يلا عشان خاطرك. ودلوقتي معتدى المارش وعلى الباب عدل، ومن الباب على بره، ومش عايزك تخط هنا خطوه واحده تاني. عشان خاطري يا سامي معلش. يلا 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 ما تمشيش مشي البهواء تمشي. لجعوا بره. استنى سامي سامي عاجبك كده؟ سامي استنى بس. عاجبك اتهزى قدام البنت اللي بحبها قدام خطيبتي قدام الناس كلها؟ انا هبلغ البوليس. تعالى بس البوليس ايه دلوقتي؟ هدي اعصابك كده وتعالى تفهم برواقه، لحسن الحكايه دي مش اللي هي. ودلوقتي مش عايز اشوف ولا شخص هنا. هعد واحد اتنين بعد 2 ايه يا رجاله؟ سرعه النيح 1 2 7 واللي هشوفه هطير رجالته. النيح كلها لا النيح الرهاينه كبير. اسمك ايه يا ولد ابوي؟ عنتر. ودي عنتر، ودي يا اخوي ما تخافش، ودي ما تخافش، ودي يا عنتر ما تخافش. ايه منيح منيح. وانت اسمك ايه؟ سعيد يا عمده. ايه سعيد. ايه وانت اسمك ايه يا اخوي؟ اسمي طلبه يا عمده. طلبه ولا منيح يا طلبه؟ منجبان يا بلد الحبايب منجبان. ودي الرهاين على المطبخ لغايه ما اصفي حسابي معاهم بعدين. انا حوليت يا رجاله. بقيت مليح يا رجاله. بقيت مليح. منيح. هي يعني الدمع اللولي نزلت دلوقتي. يا ترى عيطت على خصوصك ده؟ خصوصي ما يستاهلش، خصوصي سرقني وعشان كده انتحر. خصوصي ما سرقش، عمره ما كان حرامي. خصوصي كان بيحبك. وانت ايش عرفك؟ اخرسي يا وليه خالص، اخرسي خالص ما تتكلميش ولا كلمه. وانا فتحت بقي. خصوصي كان بيبعت لي مكاتيب. انا مش مصدقاك. ايه يعني انا كذاب؟ لا يا اخويا اسم الله عليك انت صادق. يا وليه اخرسي يا وليه، اخرسي لا قطعت حتت دلوقتي. لو على ايه يا اخويا خلاص قوي. خصوصي اخوي كان راجل طيب واتاكل في ملعوب. علشان كده انا اتدليت مصر مخصوص علشان اعرف الحقيقه. أنا ما يهمنيش أعرف حاجة، أنت تبعد عني وتسيبني في حالي. الكلام ده يا بنت ما يتقالش للخط، وشوفوا ما أقول لك، من هله ورايح مفيش خروج من باب البيت، الخروج ممنوع، دخول عريس ولا غيره ممنوع، ولحد ما أثبت الحقيقة وأعرف كل حاجة ممنوع ممنوع ممنوع. حب على إيدي يا ولية. وماله يا أخويا هاتهم. بقول لك حب مش تلهطي. حاضر يا أخويا. منين؟